جيت بنفسي علشان اطيب خاطرك واكد لك ان اللي حصل البارح ده لا يمكن يكون مقصود. كفايه انك شرفتنا، حصلت البركه. بسرعه يا جولي، قول للجماعه وطلب الغدا. حاضر يا حاج. استنى يا جولي، اعذرني. يمين بالله يا محمد، وبتحلف ليه بس؟ في ايه لما ناكل لقمه عيش وملح سوا؟ ما فيهاش حاجه، واحنا مش هنتجدد على عيشك وملحك. بس اني وقت ضيق ورايا حاجات كتير. خلاص اقعد يا جولي. خليني بقى اقول لك اللي كنت عايز اقوله لك امبارح. انا اتاخرت علشان ما تقولش حاجه. اني وصل لي كل اللي حصل، وربنا وحده اللي يعلم اني اتاذيت قد ايه. وكنت اتمنى تحضرني، يمكن ربنا كان يجعل في وش القبول واقدر اصلح ما بينك وبين جماعتك. الغرابه بالحاج انهم اهلي، يعني خاله يبقى نسيبه وجماعته تبقى بنت خاله. رايها يا جولي، مين اللي ادالك الاذن تتحدث في الحاجات دي؟ قف في السياله. جاك سخونه بجدتك؟ ايه، ما اقدرش اقعد مع العمده نتكلم لوحدينا في كلمتين؟ سبحان الله، مش انت اللي لسه جاي لي؟ اقعد يا جولي. غلط، جاك خابط في نافوخك. ما تاخذنيش يا عمده، كان لازم اول ما قعدنا نمشيه. فاتتني دي. المهم انا رحت مع خالي وقابلتها وقصرت علشان ما يبقاش فيه مشاكل والود يفضل منصور. ربنا يديم الود. خلينا بقى في موضوعنا. هاني جاي لك علشان احدد ميعاد الفرح بتاع عبد الله اخويا وبنتك ام الخير. يا مرحبا يا سيدي، اظن اتفقنا على القطن. احنا عايزين نقدمها شويه. كويس الجمعه دي؟ الجمعه دي ليه؟ هو سلج بيض يا عمدي. خير البر عاجله يا حاج. مش لما يكون بر. اللي انت طالبه ده ما يقربش للبر نهائي. وبعدين بنتي ما هيش معيوبه ولا ملطوطه عشان تتستر وتتكلفت من خطوبه الكاتب كتاب لدخله في جمعه. اللي انا طالبه ما يزعلش، وانا اقصد خير، مش لادد عليه بلاش. طب مش تفهمني ايه هو الخير اللي تقصده؟ بعد الجمعه دي مش حق فاضي، وانا عايز الم عبد الله وافرح بيه قبل ما انشغل. وهتنشغل في ايه ان شاء الله؟ في الهموم اللي مستنياني، مش هقدر اصالحك بيها غير لو اتفقنا وتممنا الجواز. حاضر، اللي تؤمر بيه يا عمدي. عموما انا مجهز ام الخير من مجاميعه.